بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنعيش الايام دي فترة ذكرى نكبة فلسطين، بيتواكب معاها الحرب اللي هي استمرار النكبة، يعني بمعنى صح ذكرى 73 للنكبة واحتلال اسرائيل الصهاينة لأرض فلسطين والسيطرة على جزء كبير منها وإقامة دولتهم، والباقي بيحاولوا ياخدوه أو في قلق وحروب وكذا وكذا. شيء مؤسف في حد ذاته يخلي أي حد عاقل يعني لا يلتفت إلا للمصلحة دي، ما يفضلش يعمل حاجات تانية جانبية يعني مزايدات على البعض وحروب أصلا بينا وبين البعض. يعني انت لما بتيجي تلاقي بعض الاصوات بتقول ان احنا يجب نقف مع فلسطين، طب ما هو اللي هو احنا مين، اللي هو احنا فين، اللي هو احنا اصلا ناس قاعدين يقسمونا ويبهدلوا فينا من جوانا، واللي بيجي يقدم معروف يقعدوا يتريقوا عليه، واللي بيعمل حاجة على ارض الواقع بقدر ما يستطيع يتقي الله بما يستطيع يفضلوا يقرفوه ويبهدلوا فيه، وعندنا محور المقاومة ومحور اللي مش مقاومة ومحور المعرفش ايه وتقسيمات وقلق يخليك انت دايما مشدود. ده الهدف عند هؤلاء، هما ما بيعملوش حاجة. يعني تعالى نمسك المواضيع واحدة واحدة. في فلسطين مسروقة، في عالم عمال يقول ان من حق السارق يدافع عن نفسه ظلما كده، يعني انت قاعد في بيتك واحد جه نط عليك يسرقك، فان جيت تقول له انت بتعمل ايه يقول لك خش، من حقه يدافع عن نفسه، ده سارق. فتيجي انت تتعامل معاه تمسك في خناقه يقول لك ممنوع ضرب المدنيين. يا عم ده راجل محتل، اولا هو مش من حقه يدافع عن نفسه لانه مش مكانه، ثانيا هو مش مدني، هو عشان لابس مدني يبقى ملكي يبقى مدني، ومحتل هو جاي من اخر بلاد الدنيا عشان يحتلني واخد مكاني انا صاحب الارض. فالمقاييس عند العالم غريبه جدا، العالم الخارجي اتكلم حاجه حاجه كده، العالم الخارجي بره بيكلمك على ان من حق اسرائيل تدافع عن نفسها، اللي هو نفسها اللي هي ايه اللي هي الحراميه، فمن حق الحرامي يدافع عن نفسه قدام صاحب البيت، واذا جه صاحب البيت يعوره ولا يقول له بم يقول له ده مدني. يا عم مش مدني والله، المدني ده راجل قاعد مش محارب، يعني قصدهم كده، يعني من حق اسرائيل تقتل المحاربين والمدنيين، لكن انت مش من حقك تقتل المدنيين اللي هم اصلا محاربين. وبعدين يتقال على المستشهد او اللي توفى في ارضه قتيل، والتاني بقى ده بطل بيدافع عن نفسه. طيب يبقى اول ملمح لازم نخلي بالنا منه واحنا بنتعاطى مع القضية ديت، ان في فلسطينيين صحاب الحق قاعدين في أرضهم وبيوتهم، جه محتل من عشرات السنين طلعهم منها، وبعدين حاول يعمل ده مع حبة باقيين تانيين، أخد مجموعة كبيرة جدا من الأراضي والبيوت وبما فيها ناس، وعاشوا جوه هذا الخط اللي هو اسمه دولة حرامية يعني. فيجي الناس اللي هي صحاب الأرض الباقية بقى برضو عايزين ياخدوا حقهم هما كمان، ان جم يتكلموا يبقوا غلطانين، العالم كله واقف يتفرج عليهم طول شهر رمضان، هما بياخدوا حي الشيخ جراح بيعتدوا على المصلين في المسجد الاقصى، ده عادي جدا عند العالم مفيش مشكله خالص. فيجي حد من نفس القرايب بتاعت الناس دي يرد باي طريقه يبقى هو ده المدان وهو ده المعتدي وهو ده كل حاجه. طب يا عم سهله جدا، ممكن نسكت لكم ده بس سيبوا حق ده، لا ما يعملوش كده، هو ده يسكت بس عشان خاطر يفضل الحرامي حرام. وتيجي دول غريبة يعني دولة زي ألمانيا مثلا لما تقعد تدافع عن بحجة إنها كانت قاتلة 5 مليون يهودي، أنا مال، أنا أنت قتلتيهم وهم اتقتلوا، إحنا ذنبنا إيه؟ ما تاخدوا إسرائيل ده عندكم طالما إنك حنينة قوي عليهم، خديها عندك. لا إله إلا الله، يعني أنتوا قتلتوا 5 مليون يهودي قبل كده، فصعبان عليكم قوي يعني، مثلا انت كاداره دلوقتي زعلانه من الاداره القديمه ان قتلت اليهود دول، فانت بقى متعاطفه مع الباقيين اللي هم بيعملوا نفس اللي قرايبك القدام عملوه في القدام.
منطق عجيب عند الناس كلها. يعني انت تحس ان العالم قامت شايله المخ اللي ربنا خلقه ده وركنوه على جنب. ده بالنسبه لايه؟ للصوره العالميه. العالم ككل من بره كتير جدا سمعنا. قعدت يوم كامل اسمع مجلس الامن ده، والله خطب رنانه وحاجه رائعه وتفصيل، وناس قايله الحياه كلها، وفي الاخر يطلع فيتو امريكي. فيتو امريكي ليه؟ يعني ظلما كده. بعدين يجي بقى اي واحد ماشي في شارع في موزمبيق، في اي دوله ما حدش عارفها من امريكا ولا غيرها، فيسمعوا ان في حد داس على رجل حد بعجله مثلا. حقوق الانسان، شوفوا اللي داس على، يا ست ده دوسه عاديه يعني، يا امريكا يعني عادي. لا، ازاي يدوس على رجله؟ اين حقوق الانسان؟ ده بضرب مثل يعني. وتقوم الدنيا وتطلع جيوش، وتروح جيوش افغانستان، وتروح جيوش فيتنام، وتروح جيوش معرفش ايه، بقى حقوق الانسان، ومئة الف انسان بيعدم ظلما في اسرائيل. عادي جدا، من حق اسرائيل تدافع عن نفسها. اول حاجه بتتقال، هو لسه حد داسلها على طرف؟ حد كلمها عشان تبقى من حقها تدافع عن نفسها؟ طيب، يعني ده كده ملخص اللي بيحصل في العالم. تعالى بقى اللي بيحصل في ارضنا احنا بقى، في ارض العرب والمسلمين، بلاد العرب والمسلمين.